السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطاب من الوزارة للزمالك بشأن البطولة العربية للأندية لكرة اليد. أعلن نادي الزمالك عن تسلمه خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بخصوص المشاركة في البطولة العربية لكرة اليد. الخطاب فيه ما يفيد سفر الزمالك إلى أراضي المملكة العربية السعودية والتي ستبدأ بعد أيام، وتحديدا في الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الحالي. حمد عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد أعلن أن الزمالك تسلم قرار من الوزارة بالمشاركة في انتظار حل أزمة المستحقات مع اتحاد كرة اليد. هناك انفراج ستحدث في الساعات القادمة وننتظر حل الأزمة للسفر للمشاركة في البطولة العربية. هذه الأزمة المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للإسباني ماتيو جرادا المدير الفني السابق للفريق والأرجنتيني جيمس باركر لاعب الفريق السابق، إلى جانب أزمات شكاوى عدد من اللاعبين السابقين في الفريق ضد النادي. بطل البطولة العربية سيتأهل بصورة مباشرة للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام في شهر نوفمبر القادم على أراضي السعودية. بالتوفيق والتوفيق لنادي الزمالك العظيم.